المكثف في شريحة أرض 5% من مصر. مصر مليون كيلومتر مربع، 5% يعني 50,000 كيلو. بقالهم كده قد إيه؟ بقالنا كده 100 العمر كله. خلاص زقت علينا، وحتى بيئيا بقت مؤذية. اللي حصل إن إحنا قلنا إيه؟ مش العاصمة، إحنا بنتكلم في 24 مدينة ذكية. كم؟ 24 مدينة. مدينة ذكية. طبعا ليه؟ لأن النتائج اللي حصلت بالتواجد بتاعنا بالشكل التقليدي اللي بنتكلم عليه ده، بقى فيه أكتر من 40-50% من الكتلة السكانية في مصر عشوائيات. خلاص بقى ما فيش تنمية عمرانية خالص، بقى الناس عايزة تعيشه بس. فكان لابد إن إحنا نخرج برة الشريحة ديت، ونصل لعشر لاتناشر في المية من مساحة مصر. إذن أنت بتتكلم بقالك عشرات ويمكن أكتر من 200 سنة عايش على 4-5%، وعايز في خلال 10 سنين تبقى على 10-12%. أيوة، والعاصمة جزء منها. طب الفلوس جاية منين يا فيصل؟ الفلوس جاية إيه؟ منين؟ طيب الموازنة الحكومة لا تتحمل بناء المدن دي، لكن الفكرة دايما اللي أنا بقولها للدول اللي هي عايزة تحل مسائل وظروفها الاقتصادية لا تستطيع أن تحقق ذلك. أنا النهاردة كان متر المساحة العاصمة 700 مليون متر مربع. كم؟ 700 مليون متر مربع. لو أنت حسبت المتر بمية جنيه يبقى 70 مليار، ولو حسبته بألف يبقى 700 مليار، ولو حسبته بعشرة يبقى 7 تريليون. والمتر؟ ما أنا هفهمك إزاي تحوله من متر بمية جنيه لمتر ب10,000 جنيه. تحدي كبير. ما أنت عندك نمو سكاني وفي طلب، أنت عندك كل سنة بيتجوز 700-800 ألف شاب وشابة. يعني أنت بتتكلم في عدد من الوحدات السكنية بعيد عن الريف. الريف 50% تقريبا من الطلب ده موجود هناك، لكن على الأقل أنت عايز 400-500 ألف شقة سنويا. طب أنا النهاردة أعمله في القاهرة الزحمة؟ أعمله في اسكندرية الزحمة؟ أعمله في أي محافظة من محافظات الساعة؟ ولا أطلع بره؟ فطلعنا بره. فلما طلعنا بره إحنا من خلال الأرض دي اللي عاد تسعيرها بالفكرة يا فيصل بأن هي بقت العاصمة، فبقى المطور العقاري عايز يخش. أنا اشتغلت مطور استراتيجي في الـ 24 مدينة. اشتغلت إيه؟ مطور استراتيجي. الدولة اشتغلت كده. من فلوس منين؟ من الأرض دي.